طلب سائقو التاكسي في محافظة بابل بتوفير الضمان الاجتماعي لهم من قبل الحكومة. في المقطع التالي أحد سائقي التاكسي يتحدث عن الأوضاع في البلاد والفساد الحكومي، دعونا نتابع. من جميع الجهات مظلوم، أولا نقابة العمال، احنا شنو منتخبين ضمن نقابة العمال، بس شنو الفائدة نقابة العمال غير اكو ضمان حقوق للسائق؟ اخذ من عندي المبلغ البسيط ها حتى يتراكم باشر عقبه، انا صار بيا سكر، صار بيا مرض، انا ما اقدر اسوق، عائلتي منين عايشه؟ اذا انا قضيت عمري بهذا جراجات، وبالتالي وين اروح؟ اروح اجدي؟ مو شريحه من المجتمع اني؟ مو خادم مجتمع اني لو لا؟ صح لو مو صحيح؟ خادم صار سنين اخدم، انقل واجيب واداري وعيني واغاتي، الموظف شلون يوصل؟ عندك بس مرخصتك زين، اكو سيارات حكوميه ناقله للموظفين؟ لا مو انا الناقل، مجرد بسيط، مبلغ بسيط، ولكن ضمن عيشتي هاي باكر عقبه هي ضماني الي انا. ناس مظلومه حقيقه، حطوا حقوقها، بس احنا تاخذوا من عندنا كل تحويل سياره مبلغ معين 60 و50ات بش اسمه. ارجو من المحافظ الجديد، ارجو من المحافظ الجديد ان يعيد النظر بقضيه تبليط الشوارع، لان ياخذون رسوم من عندهم على تبليط الشوارع، وسياراتنا كل 3 اشهر كل 4 اشهر احنا نبدل صدر جديد.